يشاهد ويتابع قنوات ام بي سي برو سبورتس. ايها السيدات والساده، في الجوله السابعه من دوري جميل السعودي للمحترفين، عمر السومه، عمر السومه، تسديده، الله يا سومه، بحثت عن السليم الذي يبحث عنه الطريقه، عمر السومه، وعلى الزاويه لغه التحدي، هي لغه الشباك فقط يا عمر السومه، هي لغه الشباك، ومن الكوره اصطدت في الوبيس، لعبها عمر السومه في الدوري، تيسير لعبها خطيره داخل منطقه الجزاء، محاوله النصر الفيصلي 1-1، اللعبه داخل منطقه الجزاء، خطيره امام المرمى، جول جول عمر السومه، الهداف يظهر في كل مره، يظهر في كل مشهد، هكذا هو صدر المشهد على الهدافين وعلى المشهد العالمي لينافس اكبر الهدافين، لانك اكبرهم يا عمر السومه، لانك اثمنهم يا عمر السومه، لانك الاغلى، لانك الاجمل، لانك الاروع يا عمر السومه، في كل مره تعرف تختار المكان، دائما هذه الكره. رمضان مسؤول الاعلامي في نادي القادسيه الكويتي، كره منقوله على الطرف الايسر، تمريره ارضيه، فرانسوا ابعدها، البطل الاخيره المرسومه في الموسم الماضي، كره منقوله، محاولة سانتوس خطفها بخطأ من الفتيل، صوبها، جول جول للدانا، استغل الخطأ وأمام سانتوس، تخطئ هذا اللاعب البرازيلي، الهداف محمد الفتيل أمام البرازيلي، هفوة من الفتيل اكتسبها هذا اللاعب البرازيلي، وكأنه يضع أول وتر على الحانة، أول وتر على أنغامه، شوف شوف الكورة كانت أبدا بعيدة، راحت سهلة، لكن أمام البرازيلي تابعها يا محمد الفتيل ووضعها، لكن بطيء اللاعب البرازيلي، هذه كرة منقولة للأمام، محاول عبد الشافي تقدم، صوبها، برافو، لعب كورة جاء بصاص، أخذ كورة، لعبها داخل منطقة الجزاء، بالثالث، أوه في تاريخه مع النادي الأهلي السنوات القصيرة، هو محاولة تيسير الجاسم، يلعب كرة داخل منطقة الجزاء على اليمين، حاول صوبها، أوه 4-1، 4-1، شو شوف بصاص لعبها قوية، وبالتالي المؤشر وضع، المؤشر يحاول تسديد، تسديدة اصطدت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة، المحاولات مستمرة للنادي الأهلي والتسديد على المرمى مستمر، تمريرات، تيسير الجاسم، استحواذ، سيطرة، لكنه يخشى الكرات المرتدة لنادي الخليج، هذه كرة منقولة، لعبها بصاص، العرضية، وسط لخبطة، تسديدة، ووصلت إلى يد حارس المرمى، اليوم دفاع الخليج، المؤشر أخذ كرة، يحاول يلعب الكرة طويلة وعالية، لكنها عدت، إضافة عددية، يرد مرة ثانية لحسين الشيخ، حسين الشيخ يتقدم، يلعب كرة لطلال مجرشي، محاولة، خذوها، تمريرة جميلة للخليج، خطيرة، جوه، أخطر كرة لجاديسون، هذه أصعب من الجول اللي سجله، أصعب من الجول اللي سجله جاديسون، تمريرة جميلة، جملة رائعة، أجمل الجمل يلعبها الخليج، تمريرة من طلال، انكشف المرمى يا رجل، انكشف المرمى، وبالتالي عدت كورته، وأحمد رحيلي يقول أبدا ما في تركيز، يلعب كرة تمريرة جميلة على الطرف الأيمن، بصاص دخل على العمق، لعب كرة إلى خارج أرضية الملعب، حلوة حلوة الفكرة من بصاص، وحلوة كرة بالخلف، تيسير الجاسم يغير الاتجاه كليا، تيسير الجاسم يلعب كرة في العمق، محاولة عالية بالرأس أمام المرمى، لا هذه مو كرة عمر السومة، هذه مو كرة عمر السومة، ارفع عمر السومة من انصاف الفرص ما شاء الله تبارك الله، لكن شوف النقلة من تيسير الجاسم رائعة، المؤشر براسه بلمحة جميل، المدافعين ردت مرة ثانية، تيسير يحاول، مر من الأول، تيسير تقدم، تسديدة، حلوة حلوة من تيسير الجاسم، لعبها قوية على اليمين من خارج منطقة الجزاء، شو شفت؟ أخذ خطوات، تيسير الجاسم يا الله فتح الزاوية، فتح الكرة من نص الملعب، عبد الفتاح لعبها عالية، محاولة من السومة خطيرة، لعب كرة لكنها وصلت إلى يد حارس، عبد الفتاح يبدأ كرة على الطرف الأيسر، المؤشر يلعب الكرة خطيرة، جول ثالث
المر من أمام عمر، وستذوق المر من أمام عمر السومة دائما. والحب وأناشيدكم وكلماتكم سنمضي معا، هكذا كنتم ترددون. فأين أنتم؟ ها أين أنتم؟ فأين أنتم؟ محاولة عدت مرة ثانية خطيرة، يسجل الرابع. الله الله، الرجل السوبر الأهلي، أنتم في الاستراحات والمنازل، أما كنتم تستمتعون هنا في الجوهرة على نجم الجوهرة على قمة الجوهرة مع عمر السومة؟ ألم يفتكم المشهد؟ ألم تفتكم تذاكر المجانية التي عرضت بخمسة آلاف وأكثر من ذلك؟ ألا يساوي هذا المشهد الرائع حضوركم أنتم في المدرجات؟ نعم، عمر السومة.